مرحبا جميعا، يعطيكم الف عافيه. حبيت اجاوب كم سؤال برضو كثير اجوني او نصائح كثير اجتني بخصوص موضوع التشانل تبعي على اليوتيوب. اتمحور السؤال او الكومنت حوالين انه ايش هو تخصص القناه تبعك. بنصحك انك انت تتخصص في القناه تبعك، بنصحك انك تروح لفيلد معين، بنصحك انك توضح الفيلد اللي انت بتشتغل فيه، تركز على مكان معين، يعني بهذا الثيم كان السؤال او الكومنت. طبعا بشكر كثير الناس اللي بتحبني اللي تواصلت معي عشان تنصحني هاي النصيحه، وبشكر كثير ناس اللي سالت علشان تبين عندها ايش هو التشانل اللي وين رايح، يعني على شو انا عم بحاول احكي. سالت كثير هل انت فتنس سبيشالست؟ لا. نيوتريشن؟ لا. اركيتكت؟ يس ام ان اركيتكت. انستراكتور؟ يعني somehow يس بدرس. هل انت ناقد هيك بس لسبب النقد؟ لا. بس هل بنتقد؟ يس بنتقد. هاي الأسئلة كلها حبيت اليوم هيك اعمل فيديو كتير صغير اوضح فيه ايش فكرتي انا اللي انا قاعد بشتغل عليها. هلا اول شغلة بدنا نفهمها انه هي الفكرة في الموضوع انه التشانل اللي انا عم بشتغل عليها اللي هي حاليا اسمها اركيتكت بيور، لانه ليش حاطط اركيتكت؟ لانه هلا راح يجي الجواب. هاي القناة هي قناة موجودة على اليوتيوب، هي لإلي أنا، وأنا عم بحاول إن أطور فيها الإضاءات اللي أنا بدي إياها. كان الهيستوري تبع هاي التشانل، خلينا نفتح مع بعض. تمام، زي ما حكيت لكم التشانل هي اسمها أركيتكت، وهي أركيتكت بشكل عام، وهلا رح نعرف ليش اسمها أركيتكت كتير جنريك، ليش ما اسمها مثلا تخصص معين، فتنس، كيتو، نقد، جوردن فيست، واتيفر. هاي الاسماء اللي هي محدده بتخصص معين. اذا تفتح للشانل بتكتب مثلا جاسر ام دوت مصطفى، او اذا بتكتب اركيتكت جي في التايتل او في اللينك اللي انت رايح عليه، بتفتح عندك للشانل زي ما انتم شايفين على السكرين. حتى الارت بورد اللي انا حاطه في للشانل هو ستيل بلانك ابيض، شخص واقف، وكلمه اركيتكت. It is very generic. إذا بتطلع اللي بيفتح الشانل على الهوم بيج راح يلاقي إنه في عنده كثير أشياء فيديوز، هو إذا بتطلع ما راح يفهم هل هي قناة معمارية ولا هي قناة نقد ولا هي قناة للفتنس ولا whatever. لكن إذا بتروح على البلاي ليست هيك الموضوع بصير عندك شوي محدد بطريقة أكثر. يعني إذا بتفتح البلاي ليست تبعوني راح تلاحظ إنه في عندك بلاي ليست اسمها عشوائيات، بلاي ليست اسمها الوزن او الدايت، بلاي ليست اسمها التعامل مع البنوك اند سو اون. طيب ايش اللي انت بدك اياه يا جاسر؟ الفكره في الموضوع الهيستوري تبع التشانل، وانس ان انا عملت هاي التشانل كانت ايدوكيشنال تشانل. هاي الايدوكيشنال تشانل كان الهدف منها هو الكورسز اللي انا تعودت اعطيهم، سواء كانت اوتوكاد، ماكس، ريفيت، فوتوشوب، يعني الاشي اللي انا بقدر اعمل له ريكورد ان انا اطلعه اونلاين. وكانت الفكره في الموضوع انه الناس اللي ما بتقدر تيجي تاخذ الكورس وتدفع فلوس، فهي الكورس موجود او المعلومات موجوده اونلاين، تقدر تو اكسس على اليوتيوب شانل وتشوف هاي الفيديوز. هلا الفكره بعد هيك شوي تطورت يمكن من جديد مش من كثير زمان. بعد تجربتين انا لاحظت انه مش كثير ناس تعرفهم، وهدول الشغلتين انا حابب ان انا احكيهم للكل عشان الكل يعرفهم، عشان اللي حابب يستفيد منهم يقدر يستفيد من غير ما يتغلب كثير، اللي هي انك انت تتعلم شوي من تجربه غيرك، بغض النظر هي خبره ناجحه او هو فشل في الاداء او وات ايفر، لكن هو في تجربه واضحه راح تكون امامك. فاول واحده كانت اللي هي الاركتكت كلوزلي كرييتيف كايوس. كانت الفكره انه ما ان انا بدي اخبر اكثر، خليني انا اعمل هاي البلاي ليست اللي هي اسمها اركتكت كلوزلي، اللي هو المعماري عن قرب، ذا كرييتيف كايوس اللي هي الفوضى الخلاقه، اللي هو بيحكي عن كل المواضيع اللي مر فيها المعماري خلال يومه. يعني انا سويت كذا، وهذه كانت تتلخص او تتمحور حوالين الاشياء اللي انا بعملها، لانه اي ام ذا اركتكت اند ام دوينج ذس اند ذات، انا المعماري وبعمل هيك وبعمل هيك. فكانت الفكره في الموضوع تتمحور اني انا اعمل ريكورد ليومي كامل. لكن بعد فتره شوي لاحظت انه صعب جدا انك انت تفولو اب كل يوم بيومه، ولانه اصلا يعني بحياه المعماري فعليا في عندك 10 ساعات شغل في المكتب، ف10 ساعات شغل في المكتب ما فيهم شيء جديد فعليا غير انه انت عم بتشوفني عم بشتغل على مشروع الفلاني وعم بتشوفني عم بشتغل على المشروع الفلاني، فما كانت كثير الموضوع انترستنج. بعديها صار في عندي تجربتين، التجربه الاولى كانت مع الدايت، وانس انه وصل وزني لرقم معين ما كان عاجبني وبدي انزل لرقم معين، وعرفت عن موضوع دايت معين واي فولود هذا الدايت. فلما وصلت اني انا نزلت 30 كيلو خلال مده معينه
وكان منهم اول 20 كيلو بشهر واسبوع، فلقيت انه الموضوع كثير ناجح. لقيت انه لازم تشيرت لان ما في عنه مصادر كثير باللغه العربيه او تجارب كثير باللغه العربيه، فحبيت اشيره. ف I have created my playlist اللي تحكي عن الكيتو دايت واللي انا عملته علشان الكل يقدر يستفيد من هذا الموضوع، اللي هي البلاي ليست اللي بنشوفها برضو على الشانل لما نفتح هاي الشانل. الثالثه كانت اللي هي لما انا تعاملت مع البنك ولما اكلت 70 كف عقد واحد من البنك، كل شوي يطلع لي بمشكله، كل شوي يطلع لي بقصه، كل شوي يطلع لي بايرور جديده ومش عارف يصلحها. كل يعني حبيت اني برضو اوضح هاي الفكره اول شغله علشان الكل يعرف انه بصير هيك في البنك. يس بصير هيك في البنك، عشان انت ما تتورط في هذا الموضوع مره ثانيه، واللي بيدخل على الشانل راح يعرف ايش المواضيع اللي صارت بهاي البنك. وشغلتين اخيرتين اللي هو انا مهندس، انا مرتبط بنقابه المهندسين، وفي ناس في النقابة بتشتغل، في ناس برا النقابة بتشتغل، في ناس بتهاجم النقابة، في ناس بتدافع عن النقابة. فأنا حبيت إني أنا يكون في من جهتي نقد بناء لكل الأطياف الموجودة، سواء كانت جوا أو خارج النقابة، سواء كانت مع أو ضد التوجه اللي أنا بتوجه له. فهو بس عبارة عن نقد بناء بطريقة محايدة دون إني أنا أرجح الكفة عند حدا. وهذا من واجبي كمهندس ومن واجبي كشخص أنا كنت أدعو الناس إنه والله لازم تيجوا على النقابة ولازم تنتخبوا النقابة بغض النظر عن مين بدك تنتخب وإلى آخره. بعدها بما اني صرت عم بقرا اكثر والى اخره بحكم الاشي اللي قاعد بعمله، فلاحظت انه في مواضيع اصلا اكبر من الاشي اللي انا كنت مركز عليه، فرحت بهذا الاتجاه وبرضه صرت احكي عن هاي المواضيع. فالفكره في الموضوع انه التشانل هي كانت اول اشي تعليميه، صارت تعليميه وتثقيفيه خلينا احكي وتوعويه. فهي من هاي الناحيه لسه التشانل لانه ما تحدد توجهها اني انا بدي احكي في الموضوع الفلاني تحديدا، واشك اني انا راح اخصص التشانل لشغله معينه بحد ذاتها، لكن لغايه هذيك اللحظه لما يتقرر ايش تخصص هاي التشانل بشكل عام واللي هو بتسمى النيش على اليوتيوب، فانت فعليا ما راح اغير اسم التشانل، اما راح اضل اركيتكت او راح تماتش الفيسبوك بيج اللي هي جي داش توكس. هلا الفكره في الموضوع انه اي نيد يور سبورت، محتاج الدعم من جهتكم، التفاعل مع المواضيع اللي ان شاء الله راح اطرحها. ويا ريت اذا في حدا عنده موضوع معين حابب انه ينحكى فيه وحابب انه يتناقش فيه وشايف انه لازم تضوى عليه، يبعث لي هذا الموضوع سواء على الايميل او على اليوتيوب شانل او على وير ايفر بتلاقي المكان المناسب اللي انت بدك تبعت عليه، فابعت عليه. وفعليا في ناس اصحاب الي وبحبهم بحبوني وبحترمهم بحترموني بلشوا يضخوا علي المواضيع اللي بشوفوا انه هو مواضيع مهمه وراح ينحكى فيها، وقريبا راح تنزل مواضيع ان شاء الله جديده. وشكرا كثير للدعم. تقدروا تعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناة، تفعلوا خاصية الجرس علشان النوتيفيكيشنز أو الإشعارات توصلكم. لايك شير اند سبسكرايب، وثانك يو سو ماتش جايز، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.